تصرف أبو جلال السلطاني مع الحفلات الماجنة والكباريهات وبيوت الدعارة مثلا. جزء من الدولة هذا. بيوت الدعارة. جزء من الدولة. جزء من الدولة. إذا كان لقيت الدولة قائمة تديرها بالطريقة التي وجدتها عليها. ولكن من سينتخبك شيخ أبو جرة؟ سينتخبك لتغلق بيوت الدعارة. هذا نقول له من البداية. نقول له يا أيها الناس، يا الشعب الجزائري، راهو كاين واقع نتاع دولة تراكمت على مدار 57 عام من الاستقلال، ونحن انتخبناك لتغير هذا الواقع. نقول لهم التغيير لا يتم 27 57 عام، ما يتمش تغييره في 5 سنين.